سرقوا بقرة محمد مسلم الجوزي. من سرق مني سرق قالوا راشدي، راشدي مني قال بيت عبد راشدي انقسني في القندي. قام راح لهناك قال والله قلبي يخرب عليك انك سرقت بقرتي. البقرة كتودوها وكتذبحوها وكتحطوا لحمتها في الدست وتغلي، لحمتها تغلت. راح قال ايش تقول عمي محمود؟ قال والله قلبي يخرب عليك انك سرقت بقرتي. قال عيب عليك، قال ما تريد مو حلفة تريد قلب علي قد يحلفوا. قال حق جب قانجور اللحمة على النار تفور والجلد على الكوارة منشور وأقمش في الحيط أروح على البيت وأطلع في السماء بلا عماء. هي علامي بقرتك ما فيه أكل بقرة روح وتلا جوفه وقلب خاطرك أكثر من الحلفين ما فيه. أي